أهلا بكم، لكم مني كل الحب والتقدير وشكرا على حسن متابعتكم. ونتناول سلسلة فوائد أكل اللحوم، واليوم نتكلم عن لحم العجل أو الجاموس. تعد اللحوم المصدر الغذائي الغني بالفيتامينات التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها في حياته. ولحم العجل هو أحد أنواع اللحوم الحيوانية الحمراء ذات الفوائد العظيمة. طعمه لذيذ جدا. يصبح العجل في الشهور الأولى من عمره على ألا تقل عن الشهر الثاني لقلة تماسك لحمه وكثافته، وإلى يصل عمره إلى السنة، حيث يصبح لحمه قاسيا أو أنسجته غليظة. فوائد لحم العجل: له قيمة غذائية عالية جدا، وهو من أجود أنواع اللحوم، فهو غني بالبروتينات الضرورية لتكوين العظام وبناء الأنسجة ومد الجسم بالطاقة. غني بفيتامين بي الذي يمنع التعب والإجهاد، ويقوي القلب والأوعية الدموية، ويخفف من مشاكله، حيث يقلل نسبة الكوليسترول. ولكن يجب تناوله بالطريقة الصحيحة السليمة وعدم الإفراط في أكله. يوجد أيضا به فيتامين B6 الذي يخزن الطاقة الضرورية للجسم، وفيتامين B12 الذي يقوي الدماغ والأعصاب ويحمي من فقر الدم ويقوي الذاكرة. يحتوي على فيتامين د الذي يمد الجسم بالكالسيوم ويقوي العظام والأسنان وينظم امتصاص الفسفور والكالسيوم. غني بفيتامين C الذي يقاوم نزلات البرد والفيروسات، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويحمي من تصلب الشرايين ويقاوم السرطان. يحتوي على كمية عالية من المعادن مثل السيلينيوم الذي يقاوم سرطان القولون. يفيد في منع تخثر الدم وأمراض الشيخوخة. يحتوي على كمية أقل من الدهون مما يجعله صحيا أكثر ويساعد على الهضم. يحتوي على الزنك الذي يمنع تصلب الشرايين ويقوي الشعر ويزيد مناعة الجسم وينظم مستوى السكر ويحافظ على حاسة الشم، ويفيد في التئام الجروح. اللحم العجل يحتوي على كمية عالية من فيتامين A الذي يقوي المناعة ويزيد نضارة البشرة ويمنع تكون الحصى في المسالك البولية، ويعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويفيد في صحة الجهاز التناسلي. يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعمل على تنظيم وظائف الذهن، ونسبة من الفسفور الذي يساعد في تشكيل الأسنان والعظام. كما يحتوي على حديد الذي يقي من الإصابة بفقر الدم ويساعد في تكوينه وينظم عملية نقل الكولاجين في الجسم. يعدل الحالة المزاجية ويخفض من الاكتئاب والتوتر الشديد النفسي. رغم الفوائد المتنوعة للحم العجل، فلابد من التنبيه إلى أن الإفراط في تناوله قد يقلب الفوائد إلى أضرار، فالإكثار منه قد يؤدي إلى الإمساك وعسر الهضم. وكما ذكرنا في الفيديوهات السابقة عن الإكثار من اللحوم بشكل عام. حتى نلقاكم لكم من خالص تحياتي، وشكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.